السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة تجمعنا وياكم من مساء الإمارات عبر قناتكم الأولى قناة الظفرة. أرجع ورحب فيكم مشاهدينا، أكيد مستمرين معكم ساعة ونصف في فقراتنا المتنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. أما الحين خلينا نروح معكم إلى أهم عناوين لحلقة اليوم. متحف الاتحاد أيقونة للمعلومات التاريخية والوطنية. أفخم الطائرات الخاصة في ميباشو في دبي. مشاهدينا، من أهم العناوين واللي إن شاء الله نحمل في حوار المساء فيها الحديث عن المتحف الوطني، طبعا المتحف الاتحاد. أما الآن أخذكم إلى نشرة الأخبار مع زميلة شيماء الشمري. مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. أصدر صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين الدكتور محمد إبراهيم المعلى وكيلا للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، ويعمل بهذا المرسوم رقم 181 لسنة 2016 اعتبارا من تاريخ صدوره. ويتمتع الدكتور المعلى بخبرة في المجال الأكاديمي والإداري تزيد عن 16 عاما، حيث لعب دورا رئيسا في العديد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة ماهافاجير ألو نجكورن ملك مملكة تايلاند بمناسبة اعتلائه العرش. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك ماهافاجير آل نجكورن. بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة عيد استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سولي نينستو. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والوفد المرافق إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في اجتماعات القمة 37 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تبدأ في المنامة في وقت لاحق اليوم وتستمر يومين. وكان في استقبال سموه على أرض قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ومعالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الشيوخ وأعضاء الحكومة البحرينية وكبار ضباط القوات المسلحة وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة. هذا وكان قد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحفظ الله ورعايته البلاد اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة على رأس وفد رفيع يضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عبد الرضا عبد الله محمود خوري سفير الدولة لدى مملكة البحرين.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة والوفد المرافق لها. جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات العلاقة بتوطيد علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة التاريخية وتوسيع مجالاتها خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والمصارف، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمتصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على مختلف المستويات وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. وقد أشاد سموه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا سموه ضرورة توسيع آفاق هذه العلاقات في ضوء الرغبة المشتركة بين البلدين بتحقيق أهدافهما ومصالحهما المشتركة. ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اعتمد المجلس ترخيص نشاط بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة في إمارة الشارقة. طلع المجلس التنفيذي على التقرير المقدم من هيئة مطار الشارقة الدولي المتعلق بتطوير الاستراتيجيات والخطط العامة. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس أيضا على جدول أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المقرر انعقاده بعد غد الخميس، والمتضمنة مناقشة سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة. كما وطلع المجلس على المرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن إنشاء نادي الشارقة للصقارين. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتب سموه في الديوان الأميري الرائد الدكتور عبد الله علي الأحمد الصغير الحمودي، وذلك بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الأزمات والطوارئ من جامعة سالفورد مانشستر في بريطانيا. استمع سموه إلى شرح مفصل حول رسالة الدكتوراه التي حصل عليها الصغير وبارك له متمنيا له التوفيق في حياته العملية. من جانبه شكر الحمودي سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على هذا الاستقبال مشيدا بدعمه الدائم للحركة العلمية والمتعلمين. حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة. استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس في العاصمة أبو ظبي سعادة عطفة يحيى آغا رئيسة جمهورية كوسوفو السابقة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو، واستعرضت معاليها محاور وأهمية القمة العالمية لرئيسات البرلمانات والتي ستعقد في العاصمة أبو ظبي خلال الفترة من 12 حتى 13 ديسمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، والتي ينظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بدعم من ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي. من جانبها أعربت عاطفة يحيى آغا رئيسة جمهورية كوسوفا عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها النبيلة والمشرفة التي ساندت بلادها إبان فترة معاناتها من وطأة الحروب وتقديمها المساعدات الإنسانية والغذائية أو الإغاثية والتنموية المتواصلة. قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية مساء اليوم واجب العزاء للسيد سالم الرضا المزروعي وأبنائه في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الطوية في مدينة العين. أعرب سموه عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما وقدم سموه مساء اليوم واجب العزاء للسيد خميس جمع النعيمي وإخوانه في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم، وذلك في مجلس العزاء في منطقة الهيري خليف بمدينة العين. توجه سموه والحضور بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهله وأبنائها الصبر والسلوان. أشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أشاد بالتطور الذي تشهده مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وثمن سموه جهود موظفي المؤسسة في إنجاز المهام الموكلة إليهم وإبراز الدور الإنساني والاجتماعي للإسعاف كونها خدمة تتطلب السرعة والدقة في العمل. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه للمؤسسة، وكان في استقبالهم علي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وسعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة وعدد من المسؤولين. وأوصى سموه قيادة المؤسسة وموظفيها بالمضي على نهج التميز والإبداع في المجال الإسعافي والإداري. من جانبه أهدى معالي حميد القطامي يرافق سعادة خليفة بن دراي في ختام الزيارة درعا تذكاريا لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مثنيا على حرصه الدائم ومتابعته آخر المستجدات في المؤسسة، وعرب أيضا عن تقديره لزيارته الكريمة. قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له عبد الله علي الزيودي الذي وفته المنية أمس في مدينة دبا الفجيرة، وعرب معاليه خلال زيارته منزل الفقيد في منطقة الردة في دبا الفجيرة عن خالص تعازيه إلى أنجال وذوي وأسرة الزيودي، سائلا المولى عز وجل يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء سعادة العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة الذي ترأس وفد القيادة العامة لشرطة الإمارة لتعزية أسرة المغفور له بإذن الله الزيودي. حضر مراسم تقديم العزاء سعادة محمد السلامي رئيس دائرة طيران المدني في الفجيرة. أطلقت وزارة تنمية المجتمع بطاقة مسرة بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وذلك من خلال الحصول على عدة مزايا حصرية وتسهيلات مميزة. وقالت معالي نجلة بنت محمد العوار وزيرة تنمية المجتمع في هذا الصدد، قالت إن البطاقة تجسد شراكة المجتمعية بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم إصدارها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي أبدت قدرا كبيرا من الدعم، وذلك من خلال توفيرها لباقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات التي تتوافق مع احتياجات كبار السن. هذا وسيتم إصدار البطاقة الخاصة لمواطني دولة الإمارات ممن تجاوزوا 60 عاما، تتيح أيضا لهم الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات والتسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص. أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات حفظها الله، أعربت عن سعادتها وتقديرها لما أبداه الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة من مشاعر الود والمحبة والأخوة وهم يشاركون دولة الإمارات احتفالاتها باليوم الوطني 45. وحيت سموها مشاركة الأشقاء من السلطنة في احتفالات الدولة بعد حضورها وقرنة الرئيس السوداني السيدة وداد بابكر ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من سمو الشيخات والقيادات النسائية في الدولة وسفيرات وقرنات أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة مساء أمس الاحتفال الذي أقيم في نادي أبو ظبي للفروسية. شاركت في الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وعرض الخيالة السلطانية العمانية، مؤكدة سموها أنها تعبر عن عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.
أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين اليوم، أصدرت قرارا إداريا بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة لتضم في عضويتها 4 مؤسسات لتنمية الأطفال والشباب، هي مراكز الأطفال بالشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة ومنتدى الشارقة للتطوير. تهدف المؤسسة التي أعلن عن تأسيسها في شهر سبتمبر الماضي إلى بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه، وبالوقت نفسه يلتزم بهويته الوطنية وقيمه العربية والإسلامية وانتمائه الإنساني العالمي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المؤسسة، تشارك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية كشريك استراتيجي في فعالية الدورة 7 لمهرجان الشيخ زايد التراثي تحت شعار أرض دولة الإمارات ملتقى الحضارات. أوضح سعادة محمد حاج الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في هذا الصدد، أوضح أنه بفضل ودعم ورعاية القيادة الرشيدة للمهرجانات والفعاليات بشكل عام والتي تعنى بالتراث بشكل خاص باتت تحتل مكانة مميزة في أجندة الدولة السياحية والثقافية والاقتصادية. وأكد الخوري أن مهرجان الشيخ زايد التراثي يشكل أحد أهم المناسبات التراثية على صعيد المنطقة لاهتمامه المباشر بعرض منجزات تراث دولة الإمارات العريق ومسيرته الحافلة. نظمت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية حملة تفتيشية موسعة مؤخرا أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من البضائع المقلدة قدرت بنحو 10,000 قطعة مقلدة لمجموعة من الماركات أو العلامات التجارية العالمية. وقامت الإدارة بمصادرة هذه البضائع والمنتجات المقلدة وفق القانون، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الرادعة بإغلاق المستودع والذي ضبطت فيه البضائع المقلدة. وأكد السيد محمد مسعود الكتبي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في هذا الصدد أن الهدف الأساسي لهذه الحملات النوعية هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها لمواصفات الجودة. وإلى الشأن اليمني، حيث أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ردا على خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه لا يسلم الحكم في اليمن إلا إلى رئيس منتخب أو رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية. وأفادت مصادر مطلعة أن رد الحكومة الشرعية على الخريطة الأممية تضمن مطالب أخرى من بينها نفي الرئيس المخلوع علي الصالح والزعيم أو زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي خارج اليمن ل10 سنوات وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية. وأكدت الحكومة اليمنية أن خريطة الحل الأممية التي يحملها ولد الشيخ أحمد لا تضمن الاستقرار في اليمن عدا أنها تخالف مرجعيات الحل السياسي. في شأن ذاتها، ألقت قوات الجيش اليمني الليلة الماضية القبض على 6 إرهابيين كانوا يستعدون لاستهداف مؤسسات ومواقع عسكرية وأمنية في مدينة الشحر في حضرموت. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن القوات العسكرية قامت بعملية استباقية استهدفت مجموعة إرهابية كانت تحضر لعمل إرهابي وكانت تخزن كمية كبيرة من المتفجرات يبلغ وزنها أكثر من 5 أطنان في منزل في مدينة الشحر. ننتقل بكم إلى إغلاقات مؤشرات السوق المحلية لليوم. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع ليوم الغد بإذن الله.
نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء، وإلى جوار دار الاتحاد اللي شهدت توقيع وثيقة تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971. يقع متحف الاتحاد واللي افتتحه في 2 ديسمبر المصادف لليوم الوطني 45 لدولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور أيضا أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في مشهد عاد للذاكرة صورة اجتماع الآباء المؤسسين لحظة إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا المتحف اللي يضم مقتنيات لها رمزيات خاصة، ولعل توقيت افتتاحه يحمل أيضا أبعاد كبيرة وكثيرة بنتحدث عنها أكثر مع الدكتور حمد بن سراي أستاذ التاريخ بقسم التاريخ والأثار بجامعة الإمارات. راح فيك دكتور. حياك الله أستاذ عبد الله، أنا سعيد بهذه اللحظة وشكرا لكم على الاستضافة. الله يحفظك، شكرا لك على تلبية الدعوة. لدينا تقرير ونعود إن شاء الله. تقرير مشاهدينا ولا نعود. افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات متحف الاتحاد المقام بجانب دار الاتحاد التي تم فيها توقيع وثيقة قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني 45 للدولة. يهدف متحف الاتحاد إلى تأكيد القيمة التاريخية للموقع الذي تم فيه الإعلان عن تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتوقيع الوثيقة الخاصة بالاتحاد، وتحويل المتحف إلى مركز إشعاع حضاري يقصده المواطنون والمقيمون والسياح للتعرف إلى مراحل وتحديات تأسيس الاتحاد والإنجازات التي تحققت خلال مسيرته، إلى جانب غرس وتأصيل مفهوم وقيمة الاتحاد في نفوس المواطنين والأجيال القادمة، إضافة إلى توثيق المراحل التي مر بها تأسيس الاتحاد مع التركيز على دور المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما في وضع اللبنات الأولى لقيام الاتحاد. دكتور، طبعا افتتاحية كانت ولا أروع وتصادف اليوم الوطني 45 لدولة الإمارات، فبداية حدثنا عن هذا المتحف بشكل عام ومن ثم نخوض في أجنحته لنتعرف أكثر ونعرف مشاهدين عنه. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بلا شك أن المتحف بصورة عامة هو المكان الوحيد اللي يعرف فيه تراث الدولة. جميل. عدم وجود المتحف بمعنى لا يوجد لنا شيء تراث نعرف فيه. نعم. كذا المكان المناسب لعرض التراث هو المتحف. صحيح. ثم كون متحف الاتحاد، فهذا الاسم المتحف بمعنى أني سأجد فيه ما له علاقة بتاريخ وتراث دولة الاتحاد في هذا المتحف. نعم. فإذا أنا إذا بحثت الآن عن ماضي الدولة بما يتعلق بدولة الاتحاد سأجده في هذا المتحف. أكيد. إذن هذا الارتباط اللي صاير الآن بين المتحف ككونه متحف وبين مخزونات المتحف التي لها علاقة بالاتحاد. جميل. بين هذا وذاك لابد أن تكون هناك رسالة من وراء إيجاد متحف الاتحاد، فما هي رسالة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ودولة الإمارات؟ أعظم رسالة. نعم. أنني أجسم للأجيال الموجودة تراث الاتحاد، الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخطوات نشوء الاتحاد. جميل. هذه أعظم رسالة. الحين لما نجيب طلاب المدارس مثلا يحضرون، فلما هذا الطفل يقرأ في المدرسة هو الآن في المناهج موجود، نعم، لكن لما يأتي ينقل هذه المناهج الجانب النظري إلى الواقع العملي الموجود في المتحف. صحيح. فالرسالة تصل بلا شك. نعم. تصل بجانبها العملي وتصل بجانبها العلمي. نعم. فهذه تتحقق رسالة طبعاً. أن تصل إلى الجيل الناشئ من أبناء الدولة. جميل أن
تكون في المدرسة وتتعلم بعض الأشياء ومن ثم يكون عندك القدرة على أن تراها. فعندما تراها وهي من الماضي يكون لها شغف واختلافية طبعا. حضرت مجرب الافتتاح صحيح؟ أنا شلت تابعته في التلفزيون ما كنت موجود. كنا تابعناه يمكن معظمنا عن طريق الشاشة المرئية ولكن أكيد قرأت بعض الصور من الافتتاح. حدثنا عن بعض هذه الصور. أنا أجد أن وجود أصحاب السمو شيوخ حكام الإمارات بذواتهم بشخوصهم في مساهمتهم في مشاركة افتتاح وكأن يذكرونا بالثاني من ديسمبر عام 71. لا بل وهناك أيضا توقيع وثيقة الاتحاد وتجديد العهد. طبعا هذه هي عبارة عن إعادة إحياء للوثيقة الأولى وثيقة استقلال الدولة وحصولها على كينونتها السياسية من السلطة البريطانية الحاكمة تلك الفترة. فإذا شخوص حكام الإمارات بذواتهم ووصولهم لهذا المكان يعيدون للذاكرة الأولى شخوص حكام الإمارات المؤسسين الذين كانوا في السابق حضروا في هذا المكان. فإذا هنا ارتباط بعد 45 سنة 45 سنة تغيرت شخوص حكام الإمارات ولكن بقى توفي من رحمة الله الآباء المؤسسون وبقي أبنائهم فيهم الخير والبركة. فبالتالي هنا الموازنة الآن جميل. هنا الارتباط بين 2 ديسمبر 71 و 2 ديسمبر 2016. ألا ترى أيضا معي دكتور بأن في هذه الاحتفالية الكبيرة أن شعب الإمارات خلال الفترة الماضية أثبت بكل جدارة بأنه صاحب ولاء وانتماء ويضحي بنفسه وبالغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن ومن أجل قادة هذا الوطن. ألا ترى بأن الحكام عندما يقعون ويوقعون على وثيقة تجديد العهد فكلمة العهد ترتبط بأن نحن على ولائكم نحن أيضا نجدد العهد والولاء لكم أنتم كشعب دولة الإمارات؟ صحيح. إذن ليش نحن نقول أن في فارق زمني بلا شك 2 ديسمبر 71 2 ديسمبر 2016 الفارق الزمني 45 سنة. خلال 45 سنة كم تغيرت الأمور وتغيرت وتبدلت وحدثت إنجازات هائلة طبعا من عهد التأسيس إلى هذا العهد. فإذا الحكام الآن الموجودين في هذا الوقت يواصلون العهد الذي بدأه آباؤهم في الماضي. وبالتالي هنا تطلع أن تجديد وثيقة العهد جميل. التي يواصلها الجيل الحالي من حكامنا كما واصلها الجيل السابق. السابق طبعا. هذا التواصل والموجود منذ 45 سنة. جميل. الآن أكيد عندما رأيت الافتتاحية مرت أمامك كثير من الصور وكثير من الأجنحة. أي الأجنحة اللي استوقفك وفعلا جعلك ترجع إلى الوراء وتنظر وتحمد الله؟ أنا أعظم لقطة تأثر فيها لحظة رفع العلم. يوم الشيخ زايد الله يرحمه قام بهذه العملية. وكانت أنا أعتقد كانت علامة فارقة في تاريخ الإمارات كلها. هي ليست فقط توقيع. لأن التوقيع كان على الورق. الآن لما تم رفع العلم انتقل هذا من الورق إلى الراي الموجود. السماء نعم طبعا. فإذا هذه أنا دائما كل لحظة أدخل في أي مكان وأشوف استوقفني هاي اللحظة. لحظة رفع العلم. فكانت هي إعلان أن راية الاتحاد ستبقى دوما خفاقة عالية بإذن الله. بإذن الله. لا تنزل أبدا. وهذه الراية الخفاقة ترتبط بالتوقيع ظهور ونشوء الدولة الاتحادية التي في 2 ديسمبر 1971. طبعا دكتور أنت أستاذ بالتاريخ لذلك نبغي بعض المعلومات عن المتوفرات من حيث التاريخ عن دولة الإمارات. ماذا يوجد هناك من تاريخ؟ بلا شك المتحف يقدم هذه كل الأمور هذه. يعني بداية المحادثات اللي بدأت أنا دائما أقول الاتحاد كان فكرة وانتقلت الفكرة إلى جانب عملي. فكرة بدأ الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. منذ أن أعلنت بريطانيا رغبتها في الانسحاب من شرقي السويس، تلقاها الشيخ زايد برحمة الرحب، ثم عمل هاي الفكرة أن تطبق. وشوف شوف أنت شوف يعني الظروف اللي كانت موجودة،
هاي الفكرة الموجودة عند الشيخ زايد الله يرحمه انتقلت مباشرة إلى واقع عملي مو كان يتصور يعني. ولكن رجال في هاي الفترة اللي كانت تمر فيها يعني نوع آخر أصحاب العالم كان يمر هدية الرحمن لنا في دولة الإمارات والعالم العربي الإسلامي أيضا. لدينا مداخلة هاتفية نأخذ معنا الأستاذ جمعة الدرمك إن شاء الله يشاطرنا من الحديث. مشاهدينا ضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمعة الدرمكي باحث تاريخي بمركز زايد للدراسات والبحوث. حياك الله أستاذي. الله يحييكم ويسلمكم إن شاء الله وشاكركم على الاتصال. الله يحفظك يا رب. أيضا معنا الأستاذ محمد بن صراي أيضا أستاذ ودكتور وباحث في التاريخ. لذلك الحديث اليوم شيق. أنا لدي دور الأسئلة اليوم وأنتم لديكم إن شاء الله الفائض من المعلومات. الله يحفظكم. الله يطول عمرك. ما يقول إذا حضر الماء بطل التيمم. بركة فيك. رب يحفظكم يا رب إن شاء الله. كلنا نكمل بعض. نعم بالله. طبعا أستاذ الكريم إذا ما نتحدث أول شيء ماذا سيضيف متحف الاتحاد إلى المعالم التراثية الإماراتية؟ في البداية أول شيء نهني حكومة الإمارات شعب الإمارات بهذا المنجز الكبير اللي هو اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم نحن نحتفل بالعيد 45 و 45 دائما رقم الشباب ورقم القوة والعزة. فالحمد لله ان نحن الله جعلنا حيين لهذا اليوم نحتفل سوا والله يمد بالاعمار ان شاء الله. امين يا رب. المتحف في الحقيقه هو يعني دائما نحن نقول هو الوعاء اللي نحفظ فيه التاريخ ونشاهد ونقرا فيه تلك الانجازات العظيمه التي قدمها الاباء المؤسسون لهذه الدوله. الاتحاد ثمره جميلة جدا لجهود سنوات طويلة. ظل هذا الاتحاد من مثل ما تفضل الدكتور قبل قليل إعلان بريطانيا الانسحاب في يناير 1968 إلى أن رأى النور في 18 يوليو 1971 ثم أعلن قيام الاتحاد الثاني من ديسمبر. الفترة هذه كانت فترة صعبة جدا على الحكام وأيضا كان هناك ترقب من أهالي المنطقة لهذا الاتحاد. لذلك لو نرجع نقرأ تصاريح الآباء المؤسسون في تلك الفترة دائما نجد فيها أن هناك ترقب من أهالي الإمارات لهذه الاجتماعات ونرجو أن تدعموا هذه الاجتماعات لنخرج بقرارات. لذلك هم كانوا قد المسؤولية وعارفين أن هناك في تطلعات من الشعب لهذا الاتحاد. المتحف راح يضيف وراح يقدم الكثير والكثير. شفنا الاحتفالية الضخمة لأصحاب السمو والحكام في افتتاحها في 2 ديسمبر. أنا أتوقع لهذا المتحف الاستمرارية الكبيرة والعطاء بلا حدود. المتحف هذا راح يضيف للأجيال القادمة ولنا نحن أيضا الكثير والكثير. نستطيع أن نقرأ تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى من خلال هذا المتحف. جميل. أنا متأكد أن القائمين على هذا المتحف لم يجعلوا المتحف لعرض بعض المقتنيات فقط والصور والأفلام، إنما هناك نشاطات على هامش هذا الـ بجانب هذا المتحف، وهناك معارض سوف تقام. هذه كلها إضافات راح تكون للباحثين والمهتمين في شؤون الاتحاد. نتمنى لهم التوفيق. أكيد. هذا المتحف في الحقيقة كنا ننتظره من سنوات طويلة. يعني نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه على رعايته لهذه الفكرة إلى أن رأى المتحف النور. طيب أستاذي سريعا إذا ما أمكن كيف يمكن للأشخاص المساهمة في متحف الاتحاد وشو هي المعايير لقبول الوثائق الأثرية؟ يمكن من فترة طويلة إدارة المتحف بدت في بث بعض المسجات للناس وحثهم على تسليم إن كان هناك من وثائق أو من مواد تخص الاتحاد. وكانت في صراحة مبادرات ممتازة جدا ومشجعة من الناس وسلموا المتحف العديد من الوثائق الخاصة بالاتحاد. أتوقع ما زال هناك. طبعا المتحف لما افتتح
وجدت الناس هناك جدية كبيرة في هذا المشروع، فأتوقع خلال الأيام القادمة راح يضاف إلى خزينة المتحف العديد من الوثائق من الناس اللي نحن نعرف. يمكن فترة مفاوضات الاتحاد في أشياء كثيرة كانت مع فرق اللي كانت مثل الإمارات، لأن كان في كل إمارة هناك في فرق بين 3 و4 الرئيسيين بالإضافة إلى اللجان الأخرى الفرعية، فهذولا حملوا كثير من الوثائق معهم موجودة ما زالت مع الأسر، فهي دعوة صادقة كانت من الحكومة أن يساهمون هذولا في تسليم هذه الوثائق إلى 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 المتحف. طبعا الأرشيف الوطني هو يملك أعداد ضخمة جدا من الوثائق الخاصة بمفاوضات الاتحاد والوثائق الأصلية، طبعا هو الأرشيف يملك يعني، بس لا يمنع أن هناك تصير مساهمات من الجمهور في أي وثيقة أو في أي قطعة قد تضيف لهذا المتحف ولقصة الاتحاد. نعم، نحن نشكرك أستاذ جمعة على هذه المداخلة، ونتمنى أيضا الفائدة للجميع، وأن ننعم فعلا مثل ما قلت كنا ننتظره من وقت طويل وهذا هو وصل. ربي يحفظك. الحمد لله، تحياتي لكم جميعا. الله يحفظك يا رب. شكرا سيدي. الله يسلمك. كل الشكر للأستاذة جمعة درمكي الباحث التاريخي بمركز زايد للدراسات والبحوث. أرد لك دكتور طبعا حمد، أنت أستاذ جامعي ويعني لك في العملية التعليمية بشكل كبير، ولذلك نبغى ناخذ جانب الطلاب، شو اللي ممكن يجنيه الطلاب من أن يتحقق لهم أحد الأحلام طلاب التاريخ طبعا في وجود هذا المتحف الآن؟ هو بلا شك أن العملية التربوية متكاملة، يعني سواء كان في جامعة الإمارات العربية المتحدة أو الجامعات الأخرى الآن اللي ظهرت أو حتى بالمدارس. نحن الآن خريجو قسم التواريخ في جامعة الإمارات أو الجامعة الأخرى، انفتح لهم مجال العمل كوظائف الآن. هذا بالنسبة يتعلق بعد التخرج، لأن لهم أخبر الناس بإدارة المتحف، لأن في عندنا مساقات مواد تدريس المتاحف، ليس المتحف علم، هناك علم المتاحف نفسه، ثم أن خريج تاريخ في الوقت نفسه بيكون عنده خبرة وإحاطة بالمادة الموجودة في هذا المتحف. نعم. فعنده خبرة في علم إدارة المتاحف وعنده خبرة في المادة الموجودة في هذه المتاحف. جميل. الأمر الآخر المدارس، زيارات المدارس للمتحف الاتحاد تنظم بلا شك العملية، لأن الطالب بعد ما يقرأ في المناهج الوطنية وحتى في الجامعة اللي عندنا مادة تاريخ الإمارات، عندنا مواد التراث المعماري، عندنا مواد أخرى خاصة في الجامعات، أيضا يجب أن يأتي الطلاب سواء كان طلاب الجامعات أو طلاب المدارس لزيارة المتحف. لأن يعني القضية اللي ودنا نوصلها يجب أن ينتقل الجانب النظري إلى واقع عمل. طبعا طبعا، أن هذا قصدي، أنه ما يقرأ يشاهد. طبعا. ليس فقط أستاذ جمعة تكلم عن موضوع الوثائق، هاي مهمة جدا تعرض أمام الناس، بالذات وثائق مباحثات 68 و69 إلين اتحاد التساعي والسباء والسداس والسباء بعد ذلك، فهذه أيضا تحتاج أن توضع أمام الناس. طبعا. الطلاب سمع عن وثائق موجودة، لكن لما جاء يشوفها في المتحف بالعكس هذا توجد عنده جانب اهتمام أكثر بالوثيقة نفسها. جميل. وأيضا يعطيه الفرصة يمكن لأنه ممكن ماذا يحتاج هذا المتحف، ماذا ممكن أن يقدم هم لتطوير أيضا المتحف. هناك مشهد كبير من توازي الحضارة مع التراث الإمارات، يعني قراءة خاصة لك كمؤرخ لهذا التوازي بين الحضارة والتراث، اهتمام يكاد يكون 50-50، صحيح؟ صحيح. كيف قراءتك لهذا التوازي إلى ما يؤدي لنا؟ المهم نحن دائما لما نتكلم عن حاضر الإمارات لا نفصل عن ماضيها. جميل. ولما نتكلم عن مدنية الإمارات لا نفصل عن تراثها. صحيح. فبالتالي هناك في نوع من التداخل بين الحاضر والماضي وبين المدنية وبين التراث، لأن ملابسنا تراث، ولهجتنا تراث، وحركتنا تراث، واجتماعياتنا تراث، وعلاقاتنا بالناس تراث، هذا جانب مهم، وتراثنا المعماري تراث. نعم. يجب أن يقدم للآخرين أيضا بأن عندنا تراث معماري خاص بالإمارات. جميل. فإذا لما نأتي الآن نبني الإمارات بأسسها الحضارية المعاصرة
لا نفصلها عن ماضيها الذي نشأت عليه. صحيح. لأن الآباء المؤسسين رحمة الله عليهم كانوا يرجعون للماضي ليبنوا الحاضر طبعا. ثم ينظروا للصراف المستقبل. هناك عملية متداخلة أصلا بين الماضي وبين الحاضر وبين نظرة للمستقبل وبين الجانب التراثي المعماري وبين الجانب التراثي غير المادي ثم الجانب المعاصر الذي نراه في الحضارة المعاصرة التي تعيشها الإمارات في هذه الفترة. أكيد دكتور حمد، إذا ما أردت أن توجه كلمة من أجل هذا المتحف اللي هو الاتحاد طبعا، لمن توجه؟ أوجه هذه الكلمة أولا الشكر إلى صاحب الفكرة في إنشاء المتحف، صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد الله وأصحاب السمو حكام الإمارات وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد اللي أتوا وحضروا، لأن الشيخ عبد الله حضورهم نفسه يعطي دافع وتشجيع وقوي لهذا المتحف. لكل واحد بعد أنه يحضر طبعا صحيح. لأن حضورهم بشخوصهم معناه دعم لهذا المتحف. نعم. ثم ما دام حكامنا الكرام حضروا الافتتاح فعلى بقية المهتمين من المواطنين والمقيمين على الجميع وغيرهم نعم. من الجميع نعم. الحضور المشاركة اللي يروا ماضي الدولة مترسخا في هذا المتحف بوثائقه وصوره وإجراءاته المختلفة، فهذا الجميع يروح المدارس وغير الجامعات تركز للمساهمة والمشاهدة لتراث الاتحاد في متحف الاتحاد. نعم. ربي يحفظك، نحن نشكرك كل شكر اليوم على تواجدك معنا، وجميل أن نرى التاريخ مثل ما قلت في المتحف ونراها أمامنا هنا على طبعا طاولتنا في مسلم. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا كل شكر للدكتور حمد بن صراي أستاذ التاريخ بقسم التاريخ والآثار بجامعة الإمارات، كان أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ جمعة الدرمكي الباحث التاريخي بمركز زايد للدراسات والبحوث. مشاهدينا فاصل ونعود إلى مسلم الإمارات. تحية لكم من جديد مشاهدينا، ونروح معكم إلى مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الظفرة اللي تظهر أمامكم على الشاشة، تقدرون من خلالها تتواصلون ويانا وتشوفون عليها ما فاتكم من برامج مسلسلات أو تقارير خاصة أو عامة. ومثل العادة جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في هاي الفقرة. نبدأ جولتنا من صفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تويتر، حيث قام سموه بنشر مقطع فيديو شكر فيه جميع الذين شاركوا مع الدولة في احتفالتها باليوم الوطني 45، وكتب شكرا لكل من شاركنا أفرحنا الوطنية المجيدة، شكرا لكم باسم شعب الإمارات. وخلينا نشوف هذا الفيديو ونرد لكم. في اليوم هيضها الغرام للإمارات منا ألف حب والف شوق وتحية واحترام، عيدها اليوم عيدا للعرب. عشقك يا هاي الدار كل لحظة يتجدد، يا عيال زايد دور البيت متوحد قول أمجاد بعد أمجاد تكبر وتزداد، العيال زايد بالرخاء والشدايد، مفروض لو تكتب على جوجل أمجاد يرد لك، هل تقصد عيال زايد؟ كلنا نقول إماراتي كويتي والكويتي إماراتي، بيتنا موحد، هيا الله للإمارات. للجود كف وللشجاعة صقيلات، عينين مجتمعات في رأس واحد، عين السعودية وعين الإمارات. يا إماراتي شكرا 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 شكرا، شكرا.
ونحن عيال قابوس وعيال عمان ونحن عيال زايد في مساعيها. يعني والله اسعدونا في هذا الفيديو فعلا. شكرا لهم وشكرا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذا الفيديو الرائع، وحبب ان يكون الناس كلهم متواجدين في فيديو واحد ورفع شان ورفع دوله الامارات. نعم الله يرحمك يعني فعليا هم اثبتوا في فيديوهات هذيل اللي موجوده ان لغه الحب لغه واحده الكل يقدر يفهمها، ان كان عربي او اجنبي او حتى وين ما كان، هي لغه واحده ان كلهم يحبون دوله الامارات. ولغه الحب الحين هي شو؟ الامارات. الامارات اكيد. نعم. مشاهدينا نبقى وياكم في تويتر، واهم الوسوم اللي انتشرت اليوم كان وسم حدث في 2016 ولقى هذا الوسم تفاعل كبير من قبل المغردين، حيث غردت الفنانه احلام وقالت اجمل واعظم حدث في 2016 زياره الملك سلمان ربي يحفظه للامارات، فرحه ما بعدها فرحه، الله لا يفرقنا. في نفس السياق كتب المغرد عبد الله المطرفي الأحداث الجميلة والتي لا تنسى كثيرة، ومن أهمها في البداية مشاهدة الناس لعجائب الله وقدرته، ومن ثم فرحة خليجنا بملك الحزم. أنا أضم صوتي لصوتك. شوفي هاي تغريدة بعد خلود تغرد وتقول تزوجت وسعت فكريا، قرأت أكثر من ذي قبل وحددت أهدافي، أصبحت أمي صديقتي. الظاهر أنها وايد تحب ريلها لدرجة أنها ما ذكرتها أبدا. ترى البداية كانت لا بداية كانت بالزواج، تزوجت والهدت الأمور كلها صارت بخير، كل الأمور صارت بخير. ذكرنا نحن وجهها خير عيارة ما يحتاج توين طارينا، بس تقولي تزوجت وأمورك طيبة إن شاء الله. طيب وين بداخلنا عبد الله؟ والله ريم تعرفين شو الحيوانات شو وضعك وياها؟ تخافين من شيء معين؟ إيه أخاف من الخفافيش الغربان. خفافيش على وين بتي خفافيش؟ الخفافيش صبيبة رايحة. خفافيش ما أحبها، خفافيش ما أحبهن، القطاو ما أحبهن، الفيران ما أحبهن. في كم من شي حيوان الله يعزك ما داني خاصه بنجيب لك زهيوي احسن. مشاهدينا في المقطع نحن بنشوف وياكم بناتنا من شو يخافون، مثل ما قالت ريم وقارنوا انتم بانفسكم بين ريم وبين بطلة هذا المقطع. صدق عبد الله هذه الإنسان الوحيد اللي حصلتها تمثلني ما شاء الله، يعني نفس القوة لأنه بخاف من الكلب يطلع لي أسد بيض ما شاء الله تمثلني. وفي شيخ العشيرة شفته على يم بينا على يم قال طيحوا حظنا زين. طيب عبد الله أنت إذا شفت فلوس طايحة على الأرض ممكن تشلها ولا تدور على راعيها ولا شو بتكون ردة فعلك؟ والله يمكن مرة صراحة صارت وياي تلفتنا يميني مرة صراحة قلت الحين أشلها وأتورط أخليها ثلاث أيام ولا أدور وين ربيعها، خليتها تمت رايح خليتها مكانها تمت رايح. زين شو رأيك نشوف ردة فعل اللي في المقطع هذا شو سوى في الفلوس يوم حصلها على الأرض؟ وشاهدين خلينا نشوف ردة فعل اللي في المقطع بتكون نفس عبد الله ولا غيره؟ Thank you.
انا ما توقعت ان كل الناس قاعده تترياف صراحه، يعني انا شفت المقطع اللي هم قاعد على الكرسي بس ما تراوالي مال الكوفي شوب هو اللي محطنها لانه اشتغل اليوم ما شاء الله اشتغل وقتها على جماعه. لا بس هاي من الخطط الاستراتيجيه لجذب الجمهور يسوون نفس الحركه هذه. زين خلينا مشاهدين نروح وياكم الان لاخبارنا المحليه عبر ابرز عناوين الصحف الصادره اليوم. نبدا من الخليج ومن صفحتها الاقتصاديه نقرا: بحسب مؤشر الامارات دبي الوطني للمشتريات القطاع الخاص في الامارات يتعافى والوظائف الى اعلى مستوى في 4 شهور. الحمد لله. أما إلى الإمارات اليوم والتي عنونت اتحاد مصارف الإمارات نقلا عن فيزا العالم يقول: مسح البطاقة المصرفية على كمبيوترات المتاجر يعرضها للاختراق. نحن متابعين جولتنا الصحفية لنقرأ أيضا في البيان: شرطة أبوظبي تعلن عن مواقع الرادارات المتحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عز الله الناس كلها تحت الرادارات الحين. أما في الاتحاد نقرأ: الوطني للأرصاد والزلازل يحذر من الضباب وتدني الرؤية الأفقية. بدأت عندي من الحين أنا ترى. طبعا مشاهدين نحن من معلومة أن الإمارات الدولة تشهد حالة ضباب متفاوت الدرجات في هذه الأيام للوقوف أكثر على حالة الطقس ومعرفة أحوال الطرق وواقع الضباب. نذهب إلى العاصمة أبوظبي، ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الأستاذ من الأرصاد الجوية خالد العبيدلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. مساك الله بالنور أستاذي. مساكم الله بالنور والسرور والخير إن شاء الله. يا هلا ومرحبا. بداية الأمر قبل لا نتكلم في أي شيء نبي نعرف حالة الضباب اللي نشهدها حاليا، طويلة قصيرة، شو أسبابها، من وين جاية؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا حالة الضباب هي متكررة شبه يومية وإن شاء الله ابتداء من بداية بكرة بيختصر الضباب على معظم المناطق الداخليه والشماليه الشرقيه بشكل عام، لان نحن عندنا ابتداء من بكره الليل ان شاء الله حاله شمالي غربي، رياح شماليه غربيه بتكون نشطه الى قويه احيانا فوق البحر. بس بالنسبه لليله هذه ان شاء الله نحن متوقعين ضباب، وقام الحمد لله المركز الوطني للارصاد الجويه والزلازل باصدار تحذير بسبب وجود رطوبه عاليه على معظم المناطق الداخليه والساحليه بشكل عام. طبعا اسباب تكون الضباب اسبابها عده، منها زياده الرطوبه، مرتفع جوي مؤثر علينا طبعا، ورياح شماليه غربيه خفيفه احيانا تسوي تزيد الرطوبه على معظم المناطق. هاي معظم الاسباب يعني لتكون الضباب. بس ان شاء الله من باكر يعني بتخف باذن الرحمن. ان شاء الله من باكر، بس بيكون هناك السبب اللي يخليها تخف ان عندنا رياح شماليه بتكون نشطه احيانا خاصه على البحر. طبعا هالرياح هذه بتحرك الرطوبه او بتحركها على الداخل، ولكن بكره ان شاء الله الفرصه قائمه اي من يوم الاربعاء الليل الى صباح الخميس فرصه قائمه تشكل الضباب على المناطق الشرقيه والجنوبيه بشكل عام من الدوله. اما المناطق الغربيه طبعا بيكون هناك رياح نشطه عليها وقويه احيانا فوق البحر، طبعا هالرياح هاي بتؤدي الى ارتفاع موج البحر بشكل عام على المناطق الغربيه ابتداء من المناطق الغربيه ان شاء الله مع ليل الاربعاء بكره، وبتمتد على الدوله كلها الى اليوم الاثنين ان شاء الله. زين استاذ خالد، اوقات الذروه بالنسبه لحالات الضباب؟ طبعا هي تتراوح اوقات الذروه بالنسبه للحاله المؤثره على الدوله. مثلا في احيانا ممكن يكون رطوبه عاليه ورياح نشطه فتخف الرطوبه معاها او تخف نسبه تكون الضباب. اما بالنسبه للحالات اللي فاتت واليوم ان شاء الله مع الليله هذه توقعاتنا بتشكل الضباب، لاحظنا ان معظم حالات تكون الضباب يصاحبها طبعا ارتفاع في الرطوبه، خفه في سرعه الويند وانخفاض درجه الحراره. نعم استاذ خالد، شو تنصحون السائقين ومرتادي الطريق؟ طبعا بشكل عام نحن دائما ننصحهم بتوخي الحيطه والحذر خاصه في تشكل الضباب، اتباع ارشادات المرور كافه، اخذ التحذيرات من المصدر الرسمي في الدوله الا وهو المركز الوطني للارصاد الجويه والزلازل، ونحن دائما على متابعه بالحالات المستجده ودائما على تواصل مع جميع الجهات خاصه الامنيه، طبعا توصلها التحذيرات ويوصلها التوقعات بشكل عام. فدائما نحن ننبههم ان الافضليه دائما معرفه حاله الطقس خصوصا في الاجواء اللي نحن نشهدها حاليا. طيب استاذ الكريم، يعني هناك ملاحظه بان هناك ارتفاع في درجات الحراره مقارنه بمثل هاي الفتره من السنه واللي فاتت، شو السبب؟
هو بالنسبة للأشياء هذه بالها دراسة أول شيء. طبعا ما نعرف، ما تقدر تقول الأشياء الأسباب، لأن هذه تعتبر شيء عالمي وليس شيء خاص بالدولة. فأنت يحتاج لها ستاف كبير من العلماء طبعًا. يحتاج لها دراسة سنين وسنين عشان تحدد إذا هي كانت صح السنة اللي فاتت كانت أعلى من السنة هذه. نعم. بس بالمجمل يعني خلال إن شاء الله ابتداء من بكرة الليل بتبدأ درجة الحرارة تبدأ بالانخفاض، خاصة يوم الخميس والجمعة بسبب هبوط الرياح الشمالية الشمالية الغربية على الدولة إن شاء الله. نعم. زين، بعيدا عن الضباب، في أي تباشير في أمطار قريبة بتهل علينا إن شاء الله؟ هو بصراحة بالنسبة للثلاثة أيام التوقعات هي عبارة عن رياح شمالية غربية بشكل عام، ولا يوجد لحد الحين إشارة بهطول أمطار أو تقدم سيستم معين على الدولة تأثير خلال ثلاثة أيام. نحب نصلي صلاة استغاثة وبنطلب المطر إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك أستاذ خالد. العفو واجبي، ونتمنى السلام للجميع. الله يحفظك يا رب. إذا مشاهدينا كل الشكر للأستاذ خالد العبيدلي، وأيضا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. نذهب معكم إلى الآن أخبار وزارة الداخلية في فقرة العين الساحرة. وجه سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إدارة المرور والدوريات بتوجيه أغلب ضباط وأفراد المرور والدوريات والنزول إلى الميدان لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من المدارس. وقامت الإدارة بتوزيع أكثر من 30 دورية ورقباء سير على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة بسبب عدم استقرار الطقس، خاصة خلال الفترة الصباحية. وحذر سعادة القائد العام مرتادي الطرقات من حالة عدم الاستقرار التي تسود الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص خلال هذه الفترة بسبب الضباب. كشف العميد المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي عن ابتكار شرطة دبي لنظام التنبؤ الأمني الذكي للجرائم التي قد تقع مستقبليا، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن النظام يأتي في إطار استشراف شرطة دبي للمستقبل والحد من الجريمة عبر توفير بيانات ومعلومات عن الأماكن التي من المتوقع أن تحدث فيها. وجاء الكشف عن الابتكار خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر القيادة العامة بحضور عدد من الضباط والإعلاميين. تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية الإفريقية تخصصوا في نشل الركاب بالاحتيال من خلال استخدام سيارة مستأجرة في عملية الاحتيال ونشل الركاب الذين يتم استدراجهم. بحسب ما صرح به سعادة العقيد خالد محمد النعيمي مدير إدارة شرطة المناطق الخارجية بشرطة عجمان من تفاصيل القضية، مشيرا إلى أن الجناة يقومون باستدراج أحد الركاب الواقفين في انتظار من ينقلهم على الطرق الخارجية، وبعد ركوبه للسيارة بفترة يفتعل السائق مشكلة مع الركاب ويبدأ بالصراخ بلغة لا يفهمها المجني عليه، مدعيا بأنه فقد مبلغا من المال من محفظته، مطالبا كافة الركاب بالنزول من مركبته لتفتيشهم. وعند نزول الركاب يقوم الجناة بسرقة ممتلكات ومبالغ مالية من المجني عليه، ويشترك في عملية النشل السائق وشخصين آخرين يدعون أنهم ضمن ركاب السيارة. أهب المقدم خزرج ماجد الخزرجي مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي بالسائقين ضرورة توخي الحيطة والحذر اللازمين عند توجههم إلى أماكن عملهم عند ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب الكثيف نتيجة تقلبات الطقس. وأشار المقدم الخزرجي إلى أن إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي سجلت في اليوم الثاني لانتشار الضباب الكثيف 94 حادث سير، بينهما حادثان يعتبران بليغان و85 حادثا بسيطا و7 متوسطا، منوها إلى أن الحوادث سجلت منذ 4 صباحا حتى الساعة 9. مشاهدينا، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية في العين الساهرة. بعد قليل هاشتاغ مهرجان الشيخ زايد. مشاهدينا، يبرز مهرجان الشيخ زايد التراثي دولة الإمارات على الخريطة السياحية العالمية نظرا لتوافد الأفواج والأعداد الكبيرة من الجاليات الأجنبية والعربية والمواطنين والمقيمين أيضا في الدولة، حيث أن المهرجان يحقق نجاحا لافتا عاما بعد عام وإقبالا جماهيريا متميزا لما يقدمه من إضافة تراثية مبتكرة لزواره، ويوصف بأنه تجربة ثرية تجمع بين أصالة التراث الإماراتي وتنوع التراث العالمي. هاشتاغ مهرجان زايد التراث يحدثنا عنها المدون حسن المرزوقي عبر الهاتف. مساك الله بالنور، حيا الله حسن. مرحبا اختي ريم، ورحب فيك وفي المشاهدين الكرام. الله يحفظك يا حسن، ايش حالك؟ بخير.
مرحبا يا عبد الله. الله يسلمك ان شاء الله. حسن، معروف ان ارض الامارات الان هي ما شاء الله ملتقى الحضارات وهو شعار المهرجان، شو اللي تقراه في هذا الشعار؟ والله هذا الشعار نحن نعيش الحمد لله على ارض الواقع في دوله الامارات العربيه الحمد لله، تضم اكثر من 200 جنسيه، وايضا شهدت الدوله خلال الفتره الاخيره العديد من الاحداث اللي تاكد رياده الامارات في مستوى استضافة الفعاليات الخاصة بالتراث والحضاري والإنساني. على سبيل المثال، قبل أسبوع كان هناك مؤتمر حماية التراث في إمارة أبوظبي، والذي حضر عدد كبير من رؤساء دول العالم، أيضا من بينهم كان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولان، بالإضافة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه الكلمة خلال هذا المؤتمر، واللي أكد فيه على حماية التراث الإنساني في جميع دول العالم. أيضا على سبيل المثال، أيضا الدولة تنظم سنويا في إمارة دبي القرية العالمية اللي تضم العديد من الفعاليات التراثية والحضارية من جميع دول العالم، والسنة هذه أيضا مهرجان الشيخ زايد التراثي الذي يقام سنويا، وهذه السنة أيضا الكل شاهد كيف كان التفاعل كبير، ليس فقط على مستوى دول الإمارات بل أيضا على مستوى أخواننا في دول التعاون الخليجي وعلى مستوى دول عربية والعالم أيضا. طبعا جميل. إذا السؤال يطرح نفسه أن عام بعد عام ممكن في شيء يلفت نظر السواح أو الزوار، المهرجان هذه أكيد في شيء لفت نظرك. السنة هذه الجميع لاحظ في هذا المهرجان هو مشاركة الدول الغير العربية، كمثلا صربيا والعديد من الدول الأفريقية والدول الآسيوية شاركت في هذا المهرجان، وكل دولة تحاول تعرض كل ما عندها من تراث إنساني وفعاليات ثقافية وفنية لاقت استحسان الجميع. يعني المتعارف عليه دائما الناس كانت تفتكر أن هذا فقط مهرجان خاص بتراث دولة الإمارات أو بالتراث الخليجي، لا، اليوم نحن نشهد تجمع ثقافي عالمي من كل دول العالم، والكل مبهور بالعروض الفنية والتراثية، وهذه فرصة نوجه الدعوة فيها للجميع أن يزورون هذا المعرض ويطلعون على كل الفعاليات اللي فيه. جميل. حضور 3 قامات وقيادات خليجية متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأيضا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ما هي دلالته وكيف كان التفاعل معه في مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا ما في شك الكل يشوف أن دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم لا زال يعيش فرحة وجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتواجده في الدولة في احتفالات اليوم الوطني، وأيضا حضوره مهرجان الشيخ زايد التراثي، وكذلك تواجد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتواجد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد للقوات المسلحة. هذا الحضور الكبير وحضور أصحاب السمو الشيوخ أعطى حيز وحجم كبير جدا لهذا المهرجان. الكل شاف التفاعل كيف كان، ليس على مستوى الإمارات فقط، أيضا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، الكل شاهد النقل المباشر للحفل المثير للاتحاد ولوجود القامات الخليجية، وأيضا هذا اندل فيدل على تكامل والتقارب اللي نعيشه نحن ولله الحمد في دول الخليج. اليوم بالمناسبة القمة قمة دول مجلس التعاون 37 تقام في البحرين، ونأمل إن شاء الله أن تكلل بالنجاح. هذا اندل على شيء فيدل على مدى التكامل اللي بيننا إحنا دول الخليج. الحمد يعني لله. على سبيل المثال، نعم على سبيل المثال، يعني المسيرة اللي كانت مسيرة الاتحاد اللي شاركت فيها كثير من القبائل، الإخوان في دول مجلس التعاون دول الخليج العربي كانت مشاركاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي. صحيح. أن الكل كان يقول والله هذه القبيلة موجودة أيضا عندنا، وهذه القبيلة الفلانية موجودة كذلك في السعودية وفي قطر وفي الكويت وفي الإمارات، فهذا يدل على مدى التقارب والأخوة بين أبناء دول الخليج. نبقى أيضا مزيد من الحديث حسن عن تفاعل من الهاشتاج بخصوص مسيرة القبائل. مسيرة القبائل طبعا التفاعل كان كبير جدا، سواء كل اللي كان موجود هناك في مهرجان الشيخ زايد حرص أنه هو يكون مراسل، فالكل كان يصور الفيديو ويصور بالصور ويرسلها على شبكات التواصل الاجتماعي. ايضا التفاعل كان كبير جدا على هاشتاج مهرجان الشيخ زايد التراثي، هذا الهاشتاج شهد
مشاهدات فاقت 180 مليون مشاهدة على مستوى العالم. ما شاء الله. اللي رفع هذا العدد هو بلا شك تواجد أصحاب سمو الشيوخ وخادم الحرمين الشريفين، وأيضا تواجد أو الاهتمام الكبير اللي كان موجود من القنوات اللي نقلت هذا الحدث، سواء قنوات محلية أو قنوات عربية وخليجية. نعم حسن، نحن نشكرك طبعا كل الشكر على تواصلك الدائم معنا والحديث عن هاشتاغاتنا في دولة الإمارات. شكرا لك حسن. الشكر لكم، يا أهلا وسهلا. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا كل الشكر للمدون حسن المرزوقي كان معنا في فقرة الهاشتاغ، واليوم افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات فعاليات معرض ميبا شو في موقع معرض الطيران بدبي، وهو في موقع وورلد سنترال، وتجتمع على أرض الإمارات أكبر الشركات العالمية في قطاع طيران رجال الأعمال وأكثر الطائرات تقدما، إضافة إلى حضور كبار الشخصيات من دول مختلفة. كاميرا قناة الظفر حضرت جانب من هذا المعرض لتعود لنا بهذا التقرير. افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطارات دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات اليوم فعاليات معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال. انطلقت اليوم الفعاليات وتجتمع على أرض الإمارات أكبر الشركات العالمية في قطاع طيران رجال الأعمال وأكثر الطائرات تقدماً. وقال علي أحمد النقبي الرئيس المؤسس لاتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نتطلع لافتتاح معرض ميبا بكل شغف، ونتوقع لدورة عام 2016 نجاحاً كبيراً وزيادة في عدد الزوار والعارضين. ومن المتوقع حضور 460 شركة عارضة تمثل كافة نشاطات صناعة طيران رجال الأعمال من مصنعي المعدات والتجهيزات الأصلية إلى الاستئجار والنقل الجوي والخدمات الإدارية. وستشارك في ساحة عرض الطائرات بمعرض ميبا حوالي 50 طائرة من طائرات رجال الأعمال الأكثر تقدماً، وسيقام يوم المستقبل في اليوم الأخير من أيام المعرض، وسيشارك فيه أكثر من 500 طالب وطالبة من الجامعات المحلية للاستماع إلى رواد صناعة طيران رجال الأعمال من شركة إكس جيت وبوينغ وإيرباص، إضافة إلى خبراء اتحاد الطيران الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع البيضة اللي فيها لونين. أنا عندي سكيت وايد حلو بس حاطين عليه موتور ورا وديت ما تبي. تراي باخذ منها البوجستم الصغيرة لأن بس بحطه وقاعد أحلم فيها. ما في شيء بعيد على رب العباد سبحان أكيد الله. أكيد واحد يحلم ويخطط يوصل. ما عندي مشكلة. مشاهدينا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم باكر في أمان الرحمن. نلقاكم باكر في نفس الموعد، من لكم أجمل تحية، تصبحون على ألف خير.